لكم هذه الفكره انكم ديروا واحد كورال تاع الطرب الاندلسي داخل المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير؟ كاين واحد ليفينمون كيدار كل عام في المدرسه سميتو فيستيفال انترناسيونال دي زار بوبولار، كيشرف عليه واحد الاستاذ داخل المؤسسه. وفي هذا ليفينمون كان كيكون لي زالاف مقسمين دي ريجون، كل واحد كيعرف بالجهه ديالو، يعني المغرب فيه بزاف الجهات، وكانوا الطلبه ديال الجهه ديال سيس كانوا داروا كورال ديال الطرب الاندلسي في الاول ياك. وجات الفكره من عند المدير السيد اسماعيل قباش باش انه تاسس لا كورال ديال نسج كازابلانكا، ومن بعد جا حتى لا سيناتور دو كونفونسيون مع جمعيه انبيعات للطلبه ديال هو ديال الموسيقى الاندلسيه. وهكا باش جات الفكره ديال لا كورال ديال نسج كازابلانكا، وحنا ما بقيناش كنديروا غير الطرب الاندلسي، وانما انفتحنا على بزاف ديال انواع ديال الموسيقى، كنخليو داك لا مارج كنخليو لا مارج للطلبه اللي كاينين في لا كورال انهم يعبروا على لا كرياتيفيتي ديالهم، يعني يديروا كاع داكشي اللي بغاو. من غير هاد الكورال واش كاين عندكم تفتحوا حتى انشطه ثقافيه مثلا المسرح؟ كاينه مجموعه ديال المسرح سميتها واقلة اغينازا، كاين المسرح الموسيقى، كاين واحد الكلوب ديال الفن، يعني كيديروا كلشي حتى هما كيديروا الموسيقى الرقص الرسم، يعني كاينين بزاف ديال الانشطه اللي فنيه في داخل المدرسه. هاد الحفل غيحييه الكورال ديال المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بواحد الوان فنيه متعدده، منها الموسيقى الاندلسيه، منها نوع من التقطوقه الجبليه اللي كتنحصر في بنت بلادي، وفي نفس الوقت بزاف ديال الالوان الموسيقيه اللي سهرنا عليهم ان وقعوا الطلاب ديالنا واحد لا فورماسيون فيهم في الموسيقى. هاد الكورال اللي تنتمي لهاد المجموعه هما طلبه داخل المدرسه؟ فعلا هما طلبه تم التعليم ديالهم داخل المؤسسه، وواحد لا فورماسيون خداوها تحت اشراف واحد الجمعيه اللي هي جمعيه انبيعات البيضاء والهوات الموسيقى الاندلسيه، كتشرف عليهم انهم تكون عندهم واحد لا فورماسيون اكاديميك ديال الموسيقى الاندلسيه للحفاظ على الموروث. وكذلك الطلاب كيعرفوا واحد الفورماسيون في الموسيقى الغربيه وكذلك الشرقيه، عندهم واحد التنوع ثقافي، وفي نفس الوقت اننا كهاد الطلاب كنعلمهم العزف على الالات الموسيقيه في اطار الجمعيه في واحد في معهد الموسيقى ديال الموسيقى، كيتعلموا الالات. وكيف ما غادي تشوفوا معنا ان عندنا الطلاب تبارك الله كيعزفوا على الات العود، على التربوكا، على الجيتار، على البيان، يعني عندنا واحد استقلاليه موسيقيه.